حاجة تقلي بحبك، لو بتحبني ما كنت رحت بدوني. لك حبيبي أنا لو تيجي علي والله ما بطلع مشوار بدونك، بس ملحوقة بكرة بس نتجوز كل يوم رح أخذك رحلة. ها هذا حكي كرام، كتير كان جعبالي روح على الرحلة. لك نغم أنت بتعرفي إنه ما بتزبط، يعني صحيح أهلي منفتحين بس يعني كل شيء له حدود. ايه عسيرة اهلك شو صار مشانها؟ ناطر لتنحل عقدة أخي حازم، لك رح يجنني هالزلمة، لك صرت متمنيه يتجوز أي وحدة بشوفها، مشان تنحل عقدتي أنا. طيب مين هاي البنت اللي أنقذت ابنها؟ وحدة اسمها نايا. وعرفت اسمها كمان، لا ما بستبعد تكون أخذت رقم تليفونها. لك حبيبتي نايا هي نفسها هي البنت اللي كانت بآخر عرس عملناه واللي ما أعطتنا بقية حسابه. أها طيب ماشي كرومة سامحتك، يلا روح روح إجا وقت الهوا، بحبك أنا. ماشي باي باي. يلا جاهزة. مفرق طريق بيوقف هالزمان، وين انتهى وين ابتدى؟ كفي بلا رفيق تعود عن نسيان، دنيا وما بتوقف عحدا. عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين انتهى وين ابتدى؟ كفي بلا رفيق تعود عن نسيان، دنيا وما بتوقف عحدا. حازم على قد ما لي متعلقة فيك، على قد ما لي خايفة. وشو خايفة؟ خايفة هي اللحظات الحلوة اللي عم نعيشها نخسرها. تعال احكي هيك ما رح اخسر شيء، لأني كثير بحبها، بدي نكفي عمرنا سوا، نبني كل شيء سوا. وهذا رح يصير، انتي روحي حبيبتي عمري ريم، انتي كل شيء. حكيت حلو، انتي روحي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. بدي اسألك، الشاب خيك شو اسمه؟ كرم، أخي كرم. والله خجلينة منه لأنه آخر مرة بهدلته على حساب وطلع هلأ اليوم خلصت ابني. لا عادي، يعني بتصير. بعدين اللي عمله أي حدا بيعمله بقى طبيعي. المهم هلأ الحمد لله على سلامة ابنك. الله يسلمك. أنا فؤاد الحمد، زوجتي ليليا. أهلا وسهلا عمر، شرفنا. وأنا كرم الخالد، والست الوالدة، وسماح مرت أخي. والنعم أهلا وسهلا عمر. حبينا نجي ونتشكر لسيد كرم على شجاعته وشهامته ونبله. ولو يا عمو ما عملنا شيء، الحمد لله على سلامته. الله يخليك يا والله بطل. يلا نستأذن. تفضلوا عمو. لا والله خلينا نكسبكم على الغداء. معلش حبيبي. والله العظيم لا والله ما بصير. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. أنا عن إذنكم رح شوف حازم وين. يلا ماشي. مرحبا. اهلا اهلا شو اسمك انت؟ ايه اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا اهلا كثير حلو المكان. ايه دائما بنجي انا واهلي لهون. ايه حلو شو؟ ها؟
هذا كرومه. بعرفه لكرم. كرم بدي اتشكرك كثير. لا تتشكريني ولا شيء، وبقيه حساب العرس مسامحك فيه، بس ما راح سامحك بحلوان سلامه ابنك. بلا خلاصك كرم بيحب يمزح. لا انا جاهزه اكيد، هلا بحكي بابا بيعزمكم على الغداء اكيد. ضيق شوي حبيبي، انت بالذات ما بيطلع لك تحكي، انا اللي لحشت حالي قدام السياره مو انت. لا خلصنا شباب، سوى هيك بيحب يقمعني دائما. استاذ كرم بيطلع له. حبيبتي استاذي ما بدها، اسمحي لنا برقم الموبايل عشان ما يروح علينا الحلوان. معك رقمي، ما حكينا مع بعض. اي أيوة والله كيف راحت عن بالي موجود الرقم يا استاذ. شو بدكم مع العقد اللي عاملينه بيناتنا؟ في ارقامنا مزبوط. طيب معناته راح اسبقكم انا لجوا، لا تطولوا ناطرينكم. اسمك حازم صح؟ نايا. نايا تفضل. مدام يعني أنا بدي أسألك هيك سؤال، إن شاء الله يعني ما تاخدي عليه مأخذ مني إذا سمحتي. ولا يهمك تفضلي. بنتكم مطلقة ولا أرملة؟ لا أرملة. أرملة حوينتها، لا حول ولا قوة إلا بالله، صغيرة لساتها. ايه الحمد لله. بس انا كمان ابني حازم ارمل. الله يخلي لك يا الله يسلمك ويخلي لك اللي عندك. تسلمي. الله يسلمك. ايه بدها اثنين يحكوا فيها؟ ما ضل غير الست صباح تسألني قديش قياس الخاتم اللي بتلبسيه بإصبعك. بس أنا ما بدي. ييه علينا، رح نرجع لنفس الموال. بتصدقوا إذا بقلكن إنه أنا بعد عندي أمل إنه يرجع لي سامر؟ نايا، سامر ابني، وأنا عم أقلك يمين من تفكيرك. واحد ترك أمه وأبوه على الحديدة، وترك مرته، وترك ابنه، وراح وما سأل. لسه عم تتأملي فيه خير؟ هلا ما حدا ما بيغلط، بس اذا هل اذا اللي عم تفكري فيها ما راح تصير يا نايا، صدقيني ما راح تصير. بكل الاحوال لسه بكير على هذا الحكي، بس يتصلوا الجماعه ويقولوا جايين يزورونا ساعتها لكل حادث حديث. صدقيني ما في شيء، بس حبيت اعرف اذا صار معك انت شيء جديد. ناسي هذا الحكي مش علي، من الصبح حسيتك مش على بعضك. طيب ما بدك تصدقيني، اوكي ما تصدقيني، المهم انت شو صار معك؟ اعطيني جوزك احكي معه. من هون؟ لكن وينه؟ نايا انا غلطت اكبر غلطة بحياتي. خير ليه؟ شوفي شو صار؟ صعب احكي على الموبايل، بس شوفك بنحكي. لك شغلتي لي بالي، قولي لي شو صاير؟ عصام طلع مو منيح. دغري هلا هيك حكمت عليه انه منه منيح؟ انت مفكرة انه انا مبسوطة يعني اني عم بحكي هذا الحكي؟ ما عم استوعب عليك الشيء. خلص بس شوفك بنحكي. يا حازم، لأيمتى بدها تضل أمك ومرت أخوك يعتنوا ببنتك؟ لأيمتى؟ عفوا عمي، يعني أنا والله لا لا تكملي، لا تكملي، لا تكملي. بعرف شو أنتي وبعرف شو أخلاقك. المشكلة مو بس ببنت حازم، هو نفسه عنده مشكلة. هو بحاجة لمرأة، مرأة تعيش معه وتأمن له السكينة والأمان. والله هالبنت باينتها ما بيعيبها شي يا أمي، بس لولا يعني هال رجعنا لنفس القصة. قلتي ما بدك إياها مطلقة سايرناكي. هاي المرة طلعت أرملة، يعني سعرها بسعر حازم. اللي بيشفع لها لهالمرة حنية قلبها على ابنها جود.
يعني هيك بركي رب العالمين كمان بيزرع المحبة بقلبه والحنية لنور. إيه ها؟ شو قلت حازم؟ يعني بصراحة بابا هلأ أنا ما عم فكر بالزواج أبداً. ليش لك أخي ليش؟ يعني يا حبيبي عاجبك وضعك هيك؟ صدقني لك أخي ما بينسي المرأة غير المرأة. شو تفضلت؟ عفوا ست سماح بس الحكي مو عليك. نحن هلأ عم نحكي عن وضع حازم. خلصنا حازم، يعني إذا مو مشانك مشاني، شو بدي أعمل إذا أهلك رابطيني فيك؟ يا ابني الحياة ماشية، كل يوم بيموتوا الآلاف وبيخلقوا الآلاف والحياة ماشية، هاي سنة الكون. لا أنا ولا أنت منقدر نغير شيء. يعني بابا أنا هلأ ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني كل شيء بوقته حلو، اتركوني أفكر شوي. يا حازم أنت عم تهرب، لا تفكر حالك إني ما بعرف ليش عم تغرق حالك بالشغل. بكرة العمر بمر بتلاقي حالك على أبواب الأربعين، بعد شوي على أبواب الخمسين، وحضرتك لساتك واقف على أبواب الماضي. ما بيصير يا ابني ما بيصير، الرجال بس يكبر بتقل خياراته. خذ وقتك فكر كم يوم بس مو أكتر، فكروا خططوا على كيفكم، بس اوعكم حدا يفكر فيني. خلوني مثل الكرسي بالبيت يلي ما حدا قايمه من أرضه. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.